الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حديث نبوي شريف بعنوان من صور الجهاد في سبيل الله تعالى. يعتبر الجهاد في الإسلام هو ذروة سنام الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضله آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. ومما ورد في الجهاد حديثنا لهذا اليوم الذي يرويه الصحابي الجليل زيد بن خالد رضي الله عنه. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. أما راوي الحديث فهو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وكنيته أبو زرعة. فضله وعلمه: شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وفاته: توفي رضي الله عنه في السنة 78 للهجرة بالمدينة المنورة، وكان عمره 85 سنة رضي الله عنه. لقد فرض الله عز وجل الجهاد لحكم، ومن هذه الحكم أولا إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ثانيا نصر المظلومين، ثالثا رد العدوان وحفظ الإسلام. أما تجهيز الغازي في سبيل الله فله فضل عظيم كما ورد في الحديث، ويكون تجهيز الغازي بأمور، منها أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، وأما الأمر الآخر فهو أن يعينه في كونه خلفا عنه في أهله، كأن يقضي حاجة لهم أو أن ينفق عليهم أو يذب عنه. نستفيد من هذا الحديث الشريف أمورا كثيرة، منها الحث على الإحسان إلى من فعل ما فيه مصلحة للمسلمين، ومن هؤلاء المجاهدون في سبيل الله الذين لهم الدور العظيم في حفظ كرامة الأمة وحفظ الإسلام. فمن واجبنا عليهم كمسلمين أن نحسن إليهم، إما بمساعدتهم شخصيا بتجهيزهم وتقديم ما يلزمهم للجهاد في سبيل الله، وإما بالقيام على خدمة أهليهم وذويهم في حال غيابهم. من الأمور الأخرى التي نستفيدها من هذا الحديث أنه يجب على المؤمنين إعانة الغزاة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومنها وجوب تعاون المسلمين فيما بينهم حال الشدائد والمحن، وهذا ما أراده منا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث حثنا على التعاون فيما بيننا، وبين عليه الصلاة والسلام أن المسلمين في تعاونهم فيما بين بعضهم البعض إنما هم كالجسد الواحد،
يشد بعضه بعضا هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.